عمر، انا اللي عرفته واللي سمعته ان احمد حسام ميدو هو اللي حط عينه عليك. قول لي القصه بقى دي ازاي. انا كابتن احمد حسام ميدو جه مرنا في فتره يعني كده، فهو شافني في التمرين يعني وسال عليا وبتاع ودخلني معاهم ماتش كان ماتش الطلائع يعني. فكان في تبديل، كان اخر تبديل متهيألي، وانا اللي كنا انا وكام واحد بيسخن يعني، فكنت انا المفروض ان انا اللي هنزل يعني. فنزلت وربنا كرمني في الماتش ده يعني. هو ده الماتش كان في بدايته يعني ان انا ابقى موجود هنا دلوقتي. هو الكابتن يعني احمد حسام ميدو هو ساعدني كتير في ده برضه. بجد والله؟ والله قال لك ايه يعني؟ كانت ايه نصايحه ليك؟ هو على طول انت بتتكلم بينصحني. على واحد عنده كارير يعني. العالمي. هو لا، هو نصحني كتير جدا يعني. هو برضو نفس الكلام، بيعرف يعامل الناس كويس واللعيبه بتاعته كويسه، فهو عاملني كويس يعني الصراحه، واتعامل معايا كويس جدا يعني. بتاخد رأيه بتسأله لان هو برضو عنده لا، هو على خبرات طول ما كانش معانا اصلا. ايه؟ كان على طول بيجي التمرين يمرنا ويتكلم معانا شويه ويمشي يروح الاستوديو. بجد والله. والله؟ لا انا قصدي بعد ما ساب تمرين الاسماعيلي، هل بتاخد لا، رأيه بيتواصل معايا يعني، دلوقتي. بتقول له هو ولا هو تواصل معايا في فتره في يعني في نص الموسم يعني في نص الدور الاول، قال لي ان هو عايزني اجيب 10 جوال، فالحمد لله انا قدرت احقق النص، وان شاء الله يعني اقدر اكمله. اشمعنى 10 تجوان مش يعني؟ عارف، بس هو لقيته بيقول لي 10 نجيب تجوال. لك عرض ولا حاجه؟ لا رشحك لحد مثلا او لا قال لك على حاجه فيما يخص الاحتراف؟ لا، ما اتكلمش معايا في الحاجات دي الصراحه، بس هو يعني اكيد بيعمل كده يعني.